خافوش نتكلم معاكي. تفضلي. اسمك ايه بقى؟ سلمى محمد عباس. قولي لي بقى سلمى، انت ليه رافضه موضوع الختان؟ عشان بقى انزف، وشفنا عيال كتير بقى تنزف وبيتعب منه. وانت عايزه تعيشي طفولتك بكل براءه، ومش عايزه تتعبي ولا عايزه يحصل لك اي حاجه؟ ايوه. بس احمد سيد، وانا مش عايزه اطهر عشان شفت عيال كتيره وهي هم بيطلعوا لها الهنيه وبتنزل دم ويموت. الاسم حليم عبد الشافي سيد احمد من قريه بشلاه والاستاذ جموله. انا معترضه فعلا على ختان الاناث لان ده مش كويس للبنات، وانا معايا بنتي فعلا، فعرضت برضو حالتها على الدكتور فقال لي ان انا رافض نهائي ان ختان الاناث ده ممنوع، وبرضو الزواج المبكر لان بيأثر على الواحده بعد كده، يعني بتتجوز صغيره في السن بتتعب، بيجي لها تهكف الرحم يعني بيتعب معاها وكده، فمش بينفع، فممكن يحصل لها كمان حتى حاله الوفاه. هل شفتي حالا انت قدامك عشان كده انت خدتي القرار، ولا انت بناء على الاستشارات الطبيه اللي انت عملتيها؟ لا انا شفت حالات قدامي وبناء على الاستشاره الطبيه، يعني في حالات كتير برضو ختان الاناث يعني وضعها بيجي مش كويس، والواحده بتتجوز مبكر سنها صغير بتجيب عيال مش بيعترفوا بيها اصلا، الدوله اللي بتكتبهم ولا بتعترف بيهم خالص، يعني حتى حقوقها كلها بتضيع.